ميانمار أو بورما. هذه الدولة التي يعيش فيها أكثر من 135 مجموعة عرقية تشكل شعبها، ويتحدث سكانها أكثر من 60 لغة، فهي أكثر تنوعاً من أمريكا من حيث الثقافة واختلاط الأجناس والأعراف. تقع بورما في جنوب شرق آسيا بين الهند والصين وتايلاند، فإذا مزجت ثقافات هذه الدول ستحصل على ميانمار أو بورما. سلام. وقبل ما نبدو الفلوغ، ما تنساش الطقوس، ثلاث مقادير أساسية: خلي لي لايك وتعليق وشارك الفيديو مع أصحابك. وصلنا إلى بورما، وبالنسبة للناس اللي تسقسي كيفية الدخول إلى هذا البلد، سهل جدا عن طريق الفيزا الإلكترونية، يعني من بيتك تقدر تديرها. سعر هذه الفيزا 50 دولار، راح خليكم رابط التسجيل في أسفل صندوق الوصف. صراحة كنا متخوفين بزاف من هذا البلد قبل ما نجوه أنا وأمين، لكن واش قلنا، يلا المغامرة، خلينا نكتشف هذا البلد بورما، واللي راح يسمى الآن من عام 2005 ميانمار. الشيء الأول أنه قعدنا في هذا الهوستل تقريبا 8 دولار كما راكم تشوفوا، في مدينة بورما يانغون. وهذا الهوستل عندي ذكريات سيئة معاه، أنا وأمين مرضنا فيه وشكينا أنه نسبة كبيرة أنه كورونا كانت فينا، لكن الحمد لله فاتت على خير. والشيء اللي عجبني في الهوستل هذا أنه فطور الصباح مجانا تعطل. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكانطباع أولي حول بورما ومدينة يانغون، يعني كأي سائح داخل بلاد جديدة يروح يكتشف الأجواء تاع المدينة ويتمشى في الشوارع تاعها. وصراحة أنا وأمي كنا خايفين بزاف، يعني كنا داين هذيك الصورة النمطية اللي أعطاها لنا الإعلام على أنه مدينة بورما، دولة بورما، بمجرد أنك تدخلها وتكون مسلم ويعرفوك أنك مسلم راح يقتلوك. فهذه الصورة كنا داينها معانا، وسبحان الله، يعني السفر يقول لك لا تسمع وإنما اكتشف بنفسك. ومعظم الرجال يلبسوا هذا السكيرت، يعني الجبة الطويلة، الكناخة، يعني تشوف جميع المرآت تقريبا وبعض الرجال يديروا واحد الطلاء غريب وسمى الكناخة. هذا الطلاء الغريب يقولوا أنه باش يحموا نفوسهم من الشمس والتعرق، يعني ماشي طقوس ولا، إنما باش يتزينوا به ويحافظوا على البشرة تاعهم. أصحاب المكياج، أخطونا من المكياج، ديروا الكناخة، أنا دي نجيبها لكم. هي شجرة، يعني شجرة مشهورة في بورما، ويخلطوها بالماء باش تولي يعني سائل، يدروها لك يعني في وجهك. وفي أيامنا الأولى من زيارتنا لهذا البلد اكتشفنا أن الشعب البورمي شعب طيب جدا ومرحب. فدخلنا مدينة يانغون، اكتشفنا أنه خصيصا مدينة يانغون هي مدينة التسامح الديني. تخيلوا أنا نمشي في الطريق ونسمع جرائس الكنائس، صوت المعابد البوذية والهندوسية، وصوت الآذان، صوت الصلوات الخمس، يعني في نفس الوقت. مهم جدا أنه نفرق بين مسلمي ميانمار ومسلمي الروهينجا. شوف، أي أقلية في العالم في أي دولة راح تمارس العنصرية ضدها، اسمها هذا أكيد. فتفاجأت أنه في يانغون كاين أكثر من 13 مسجد، متحجبات يمشوا عادي في الطريق، لكن المشكل وراه صاري أنه مسلمي الروهينجا والاضطهاد والتعذيب وهذا في من؟ في مسلمي الروهينجا وليس مسلمي ميانمار. فمن هم مسلمي الروهينجا؟ من هم مسلمي الروهينجا؟ من واجبنا أنه نتقف رواحنا ونعرف حال المسلمين في العالم، خاصة إذا كان الإسلام في هذه الدولة يمثل الأقلية، لأنه دائما الأقلية راح تكون العنصرية ضدها وراح تكون الاضطهاد ضدها. لكن في بورما كان 135 عرق، واحد من هذه 135 عرق هو قطاع الأراكان. شكون هذا قطاع الأراكان وين جاي وشكون اللي يعيشوا فيه؟ يعيشوا فيه المسلمين. وين جاي؟ جاي في الحدود البنغلاديشية والميانمارية. علاش هذا القطاع مضطهد؟ حاجة الأولى لأنه فيه مسلمين. السبب واش راح صاري؟ أنه ميانمار ما تعترفش بهم
كعرق وتقولهم أنه أنتوما لاجئين من بنغلاديش وراكم داخلين البورما باش توسعوا الإسلام تاعكم، يعني هذا السبب تاعهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الوحي وراح عند خديجة، وخديجة داتها الورقة بن نوفل، الورقة بن نوفل قال أنه قومك رح يعادوك ويخرجوك ويحاربوك. علاش؟ لأن راك جاي بالحق، والحق أتقل على الطغاة من الجبال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب يقول له أوه مخرجية هم، يعني رح يخرجوني رغم أني رح ننقلهم من الضلال إلى النور. نعم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وهنا رانا نتحدثوا على البوذيين، يعني تقريبا ديانة البوذية تمثل 90% من الديانات الأخرى، لكن ما كانش ديانة رسمية في ميانمار، ما كانش ديانة رسمية معترف بها، إلا أنه هادو البوذيين كاين ناس سموهم الرهبان ولا المونكيز، يتمشوا في الطريق يلموا الأموال على الناس، يعني عندهم واحد الاحترام بين الناس تقدر تقول عليه احترام مبالغ فيه، والناس تقدسهم. وهذا الرهبان يعني كاين فئة منهم هم يعني الأكثر عداء للإسلام، وهم اللي يمارسوا العنصرية ضد الإسلام، لأنه علاش؟ خايفين أنه هذا الدين الإسلامي يتوسع. علاش؟ لأنه عارفينه بلي الدين حق. ففي كل 100 شخص من ميانمار راح تلقى واحد رهبان منهم، ويفوت عددهم يعني المليون، يعني أعداد هائلة موجودة من الرهبان في بورما. ميما ميما حاجة أخرى، أنه بورما كانوا مستعمرينها البريطانيين، فهذو البريطانيين أنه معروفين أنه يسوقوا من جهة اليسرى، لأنه قبل البورميين كانوا يسوقوا من الجهة اليمنى، واعتبروا هذا الشيء سلوك شيوعي، فقلعوه ليسوقوا من جهة اليسرى. لكن العجيب في الأمر أنه ما زال سيارات يسوقوا بالجهة اليمنى، وهذا ما أخلط يعني حركة المرور في بورما ولا في مدينة يانغون. كيفاش يطلبوا الطعام؟ يعني كيفاش يجذبوا الانتباه تاع صاحب المطعم باش يجي يقول لهم واش تاكلوا ويطلبوا الطعام بهذه الطريقة. موسم الحج تاعهم. هل سمعتم يوما عن الحج البوذي غير حج المسلمين؟ أرض الباغوداس، ومعناه أرض المعابد والأبراج البوذية، ستجدها في كل مكان في بورما. دخلنا حافين قدمين لأقدس وأشهر وأهم معلم ديني في آسيا وفي بورما. بمجرد دخولك هذا المكان سيصعب عليك تصديق ما تراه في الداخل. معبد شويداغون باغودا. في هذا الموقع المزدحم جدا سيختلط فيه العشرات من الرهبان والحجاج والمصلين وحتى السياح. فالحجاج يشترون أزهار وشموع وأعلام ملونة، يصبون الماء من أجل الحظ السعيد، وعلى حسب العمر، فإذا كان عمرك 20 سنة ستصب 20 مرة. يقرؤون كتبهم البوذية لعدة أيام دون توقف. صالات ومنازل للتعبد أمام العديد من التماثيل. يتلون كتبهم المقدسة بلغة اسمها بالي، وهي لغة بوذية معقدة للكتب المقدسة لهم. يسبحون، يقرعون الأجراس، وهذا للتبرك وجلب الحظ وطلب المغفرة. ويطوفون حول ستوبا الجرس العملاق، ويجلسون لساعات وأيام أمام التماثيل. في أشهر موقع حج بوذي في بورما ولدت يانغون في رحم هذه الباغودا أو الصومعة، التي تضم 7 شعرات لبوذا كما تقول الأسطورة. لوحات الذهب الخالص والألماس تغطي ستوبا الجرس العملاق الذي يبلغ عمره 2500 عام، ويطوف عليه الحجاج البوذيين. ولهذا لا تستغرب أن كسوتها 60 طن من رقائق الذهب الخالص، ومئات القطع من الياقوت والأحجار الكريمة،
وبناؤها من أجود أنواع الخشب، وطلاء معابدها من ذهب، لكن قومها حفاة فقراء، فهل رأيتم أكثر من هذا عجب؟ جميع اللي يدير هكا يجي يجيب لها، وكاين هذا راه يتكلم، قال لي راه يتكلم مع باللغه البوذيه اللي هي اصعب حاجه لمده 10 ايام متتاليه.